هل هذا يعد؟ هناك أماكن تسمى بالسيرك، يقوم فيها بعض الأشخاص بالمشي على الحبال الدقيقة والمشي على الجمر، هل هذا يعد من السحر أم يعد من الخدع البصرية؟ لا، هذا من السحر، يعملون أشياء يخيل إلى الناس أنها حقيقة وهي كذب، يمشي بجانب الجمر ويخيل عليهم أنه يمشي على الجمر، وهذا تخيل على الناس. في ناظر شيخ الإسلام ابن تيمية البطائحية ليخيلون للناس يمشون على الجمر، قال تعالوا أبا غسل رجليني وأنتم تغسلون رجليكم ونمشي على الجمر، قالوا لا، لأنهم يدهنون رجليهم بدهون يمنع حرارة الجمر عن وصوله إلى الرجلين، وتنبه لهم رحمه الله وأبطل كيدهم، قال تعالوا نغسل رجلينا بالماء ونخوض على الجمر، قالوا لا، فانخذلوا معه.